ضربني كاميون البلدية، قطعت لي برشا عصاب من كرومتي، ما عادش نجم نحرك ايدي، عملت زراعة عصاب حتى الرحمة ولدت بالوجوه، راه تعبت وما عادش نجم. صباح الخير. صباح النور. منين جيتنا اخوي؟ من القصري. مرحبا بيك وبجماعة القصري. قلت لي عندك حالة اجتماعية، تحكي لي شو صار لك اكسيدون؟ عملت اكسيدون 2017 في مصب تاع بورسكيرة. فهمت كيفاه الاكسيدون؟ ضربني كاميون البلدية يعني. لا اله الله محمد رسول الله، ويعني تخلفت لي برشا يعني اصابات. شنو هي الاضرار اللي خلتها لك؟ شو صار لك؟ قطعت لي برشا اعصاب من كرومتي، ما عادش نجم نحرك ايدي، وحتى من وجهي يعني ما عادش، من وجهي ما عادش كيف يعني، ريت تبدل. فهمتني؟ اعصاب ترخفت تبدلت يعني ما عادش كيف، ومن هارتها يعني وما عادش، فهمت يعني، تبدلت حياتي وكل شيء. ما عادش تخدم فيها الخدمه؟ ما عادش. لا عمرك تو نخدم فيها، تو رجعت نخدم فيها، رجعت نخدم تو نخدم اللقط في الدبيب. قد ايه عمرك؟ 21 عام. تضربت 2017، عمري 15 عام هكاك نخدم. وباللي والله بالمناسبه هذه حبيت نحكي يعني عن مصب بورسكيرة، راهي برشا عباد يعني برشا ولاد صغار يخدموا فيه بالحق يعني تاعبين. من يجي مصب بورسكيرة؟ في سيدي حسين. في السيدي حسين. شو صاير في الصغار اللي يخدموا غاد؟ يعني برشا وليد يعني اصحابي نعرفهم تضروا، فيهم اللي مات وفيهم اللي صار له اكسيدون يعني كيفي ولا انديكابي، فيهم يعني برشا مصايب غادي تشوفها برشا، وزيد وليد صغار باش تلفت روحك غادي، ما عندك مين باش يتلفت لك يعني، ثم مسؤول باش يجيك المصاب غادي ما يجيش، ما يعرفوش هو اصلا المصاب، يحكي عليه. عملت زراعه عصب. جيت زراعه عصب، قداش كلفوا لك بالليل هذا كله؟ الزون 40 مليون في الزون هذيك. منين جبته؟ والله ولاد الحلال كانت ظروفنا باهية الحقيقة نتاع ربي، باش نحكي الصراحة يعني كانت ظروفنا باهية المرة الأولى، الحمد لله يعني لاباس، بابا لاباس، وواحد عندنا شوية فلاحة وعندنا، فهمتني؟ من بعد بيع كل شيء، عملت الأكسيدون، بيع كل شيء وعملت به عملية وما نجحوش. إي ما نجحوش. ما نجحولكش العملية؟ ما نجحوش، سبع عمليات أختي الغالية ما نجحوش. وهكا يعني كيفاش توا كيفاش عايش؟ والله هاني يعني عايش لهنا، هاني يعني لقيت في الدبابس وعايش في الحمد لله. وين تسكن؟ نسكن في الموروش بحدا شكون ثم مسكني بحذاه يرحم والديه. مازال ولاد الخير؟ مازالوا اما بقله، ما عادوش يظهروا، ما عادوش يبين، والله ما عادوش يظهروا ولاد الخير. اما مازال فما الخير، مازال التونسي تلفت الخور. ما عادش شكل الرحمة كما قبل، ما والله ما عادش، تو ولد بالوجوه، تو والله حتى الرحمة ولد بالوجوه، راه حتى باش يعمل فيك الخير بالوجه، راه والله شو احنا نقولوا يعني شاقي ولا محتاج، شاقي ولا محتاج، والراجل راهو بذراعه، وعمرك ما يعيبك خدمة ولا ذراعك وخدمة النهار ما فيها. ما نحسب من حد ونخدم بذراعي، واليوم وغدوة كما خدمت قبل نزيد نخدم لليوم، نخدم في الدبابز وبد واحدة، اما نخدم في الدبابز وتروح تصرف على روحك، ولي شهيت تشريها لروحك ولا مزيد حد روحي، والحمد لله نلبس في احسن لبسه ونعيش في احسن عيشه، والحمد لله نعيش كيما شو الحمد لله. كبرت راجل وتربيت راجل، راهي تفرح. الحمد لله عملت اكسيدون، ما عجزتش يعني بعد، وقلت والله ما عادش نخدم وسي، صحيح برشا تعرضيات وبرشا يعني برشا حاجات صاروا لي من بعد يتعبوك يعني من المجتمع، اما الحمد لله ما نسمع حد وما نفكر في حد، وديما نمشي حتى كي نمشي ما نركزش مع العبيد، وديما نحس في روحي يعني عندي حاجات نحب نعملهم والحمد لله. مستقبلك مازال قدامك، والضربه اللي ما طقتلكش راهي تقويك هذه، ومازلت صغير 21، مازلت الدنيا قدامك. الاكسيدون هذه يمكن كان مش الاكسيدون هذه، برشا حاجات ما نجمش نعيش وما نتصورش كان باش نوصل لهم اصلا، بس الحمد لله وصلت لهم وعرفت برشا حاجات وباش نعيش برشا حاجات. تبدلت تخمامك في برشا حاجات؟ تبدلت كومبليتمون، تبدلت. ترى روحك تبدلت للخير، للباهي. اي للباهي، تبدلت للباهي، وثم تبدلت للباهي يعني، وخاصة عقليا تبدلت للباهي. تعرف تختار لعبي، تختار اصحابك، تختار برشا حاجات. بالطبيعة وليت نعرف نختار اصحابي، وليت نعرف اصحاب بطبيعتها هي ما عادش صحبة تو، ما عادش دراعك يعلف. انت توا كيف لازمك تعاودهم العمليات؟ لازمني نعاود في صفاقس. عام 2017. 2017. يعني توا انت سبع عمليات لازمهم يتعاودوا زراعة اعصاب من توا من اول جديد. لازمهم يتعاودوا زراعة اعصاب من اول جديد. شو تنجم تحط لنا نمروك ولا اسمك باش اللي ينجم يعاون يكونتاكتيك عليه؟ والله يعني نجم نقول. اي قول نمروك واسمك ولا قد. 24.
8 7 8 8 3 1 هذا نمرويا وانيس رحيم يعني من القصرين. والله بالحق وبش نحكي تو بالرسمي خطر على الفاميليا وقفوا معايا بالحق ساعة امي وقفت معايا وبابا ربي فضلهم لك والله هذوك وقفوا معايا وكهو ان شاء الله ربي شو حب العائله ما تبقى في حتى حبره تلقيش وهذوك هم ما يخاف عليك حد قد امك وقد ابوك وتمس يدك توجعك هذوك الاصحاب راه هذوك هم الاصحاب يعني مثل ما اصحاب اخرين تقول لي اصحاب هذوك الاصحاب قول كلمه لامك وابوك اخوك والله ما غير ما يعني من شو نقول لك وقفوا معايا وكهو والله وقفوا معايا وقفوا معايا ما نعرفش كيفاش باش نرد لهم الجميل نتاعهم وقفوا معايا ان شاء الله ربي يعوضني باش نعوض لهم انت ديجا توا كي تخدم ومتصلح ومتصالح مع روحك راك قاعد تعوض لهم في جميل وماكش القبرة والله انت مخلي امك كي تخرج ما تبداش تخمم على ولدها لا يقدر باش يتوقف ولا تصير مصيبه تبدا امك متهنيه عارفه مسايبه راجل هذاك راك ترجع له من غير ما تشله بابا ما يكلمنيش يقول لي مثال رد بيك على روح خاطر يعرفني شنو كي نخرج من الدار ما يسالنيش وين ماشي خاطر يعرفني وين ماشي يعني مانيش باش نعمل حاجه خايبه ولا باش نفسد ولا باش نضر فلان نضر حد وما يسالنيش وين ماشي ولا وعلاش ماشي ولا كيف حتى عارف شنو اللي مسايب وتبرع صحيت يعرفني وين باش نمشي متهني صحيت ربي يفضلهم لك وان شاء الله مساجك يوصل يا نيس ويعطيك صحة نجم قلت لك نحكي على حكاية جعفر يا ما كيفاش باش نحكيها هذيك المشكلة باهي انا عندي برشا يعني جيت لهنا عندي يمكن حكيت 20 يوم جيت من قاصرين لهنا ما لقيتش حتى طريقة يعني باش نوصل له وفهمت خاطر حالتي مستعجله عندي حكيت 7 عندي عام بالضبط ما قابلتش طبيبي وما نيش نعمل في المساج ويعني حالتي لازمك مساجات لازمني بالطبيعه ريتم كل قد ايه؟ اجور كل يوم عندي عام ما عملتش حسن. يعني كيني لازم كيني على جنب بريفي كيني حتى السبيطار نمشي لهم يعني بس نحب نعمل مساج يقول لك انت راك جاي من البريفي ما نجمش نعمل ليك يعني فهمتني؟ يعني تو انت ماكش مكمل التريتمون تاعي مانيش مكمل نسيتها اصلا والله هملت حتى في روحي نسيتها صحتي اصلا ونحس في روحي ماشي ونتعب يعني يدي ماشي وتتعب برشا قبل كنت لابس شوي بدات تتحسن على اول ما عملت العمليه بدات تتحسن من بعد بطلت التريتمون وزيد العمليه ماهيش ناجحه 100% حسيت روحي بديت نتعب فهمتني والحقيقه نتاع ربي نحب نبره يعني نحب نرجع كما قبل وما يعني ما وتعبت وحدي ما نجمتش نوصل والله يد وحدها ما تصفقش والله تعبت وما عادش نجم